السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم آمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد، إن شاء الله حلقتنا ووصفتنا تعجبكم جدا. من امبارح ابتدينا مع بعض التفريزات وقلنا هنفرز الحاجة اللي أنا فعلا فعلا محتاجاها في رمضان، مش مجرد تفريزات وبس، مش مجرد أي حاجة تيجي قدامي أعبي في أكياس وأعبي في أطباق الفلين الأبيض ده وارمي في الفريزر، لا، الحاجة اللي توفر عليا وقت، توفر عليا مجهود، تخليني بمعنى أصح أتفرغ وأكبر وقت يكون للعبادة. شهر رمضان للعبادة، بس في نفس الوقت عشان طبعا كل العيلة صايمة فمحتاجين مني أكلة عدلة، يعني ناكل كده على الفطار أكلة كويسة. والأكلة العدلة يا جماعة أو الكويسة مش بلازم يكون فيها لحمة ولازم يكون فيها فراخ عشان تبقى دي الأكلة العدلة، لا، أكلة عدلة يعني معمولة كده بحب، معمولة بإتقان، كل الخطوات بتاعتها مظبوطة، مقاديرها مظبوطه، تطلع الاكله حلوه ان شاء الله. امبارح ابتدينا مع بعض تفريز المكرونه البشاميل، ناس كتير قوي اتفاجئت ان هي ممكن تفرز المكرونه البشاميل وتطلعها على السوا على طول، وكتير كتبوا لي سواء على اللايف على صفحه قناه هي على الفيسبوك او على صفحتي الشيف هلا فهمي بالعربي، كتبوا لي قالوا لي احنا عندنا عزومات في رمضان، انت حليتي مشكله كبيره ان صينيه المكرونه البشاميل اعملها قبليها بيوم او بيومين. اللايف اهو، صباح الخير وصباح السعادة على كل حبايبنا والقلوب الحمراء الجميلة، صباح الهنا عليكم جميعا، وطبعا صباح السعادة وكل حاجة حلوة على كل حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشة بيشوفونا. نسيتني يا استاذ احمد، كنت بقول كتير كتبوا لي ان في عزومات كتير في رمضان، احنا كده هنحل مشكله ازاي اشيل صينيه المكرونه البشاميل في الفريزر واطلعها على السوا. ده دايما اعمليه، عندك عزومه او العيله كلها جايه، حماتك وكلهم جايين، تقدري قبليها بيوم او بيومين تحضري وتشيلي في الفريزر وبعد كده تطلعي على التسويه على طول. النهارده هنعمل مع بعض الكوبيبه، يعني كل سفره رمضان على الفطار الكوبيبه بنتسال عليها بطريقه غير عاديه، وناس كتير قوي معرفش ليه ما بتظبطش معاها. النهارده هنعمل الكوبيبه بطريقه سهله وبسيطه جدا، مقاديرها مظبوطه بامر الله جدا جدا، تنجح معاكي من اول مره. شيلي بقى في الفريزر وطلعي على الزيت على طول. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو قناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا الف شكر من قلبي على كل الكومنتات الجميله والكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه على اللايف، اللايف قدامكم اهو، واتفقنا ان احنا عندنا مسابقه اللايف كل اسبوع، بنختار حد من على اللايف يكون ناشط جدا معانا طول الاسبوع، كومنتات كتير او بيرد على اسئله بنقولها في الحلقه بيرد علينا، فاي حد ناشط معانا طول الاسبوع بنختاره وان شاء الله يكون معانا هنا ينورني طبعا ويشرفني، او تنورني وتشرفني ويكون معايا في حلقه بامر الله. دي مسابقه اللايف بتاعتنا اللي شغاله معانا كل اسبوع. شكرا لكل الكلام الحلو. وبعدين في كومنت بقى على الكوبيبه النهارده، فاطمه عبد العظيم بتقول لي ربنا يسهل لك امرك زي ما بتسهلي علينا وتريحينا، ربنا يريح قلبك ويجبر بخاطرك ويرضيكي، اللهم امين. اللهم امين يا فاطمه، اشكرك يا حبيبه قلبي، وطبعا انا حاسه بيكوا، ما انا زيكوا بالظبط، يعني بشوف ايه اللي انا محتاجاه في رمضان وايه اللي عايزاه يبقى سريع معايا كده، برده نفس الحكايه، كل الحاجات دي لو محطوطه في الفريزر ما هتسهل عليا زيكم بالظبط، قبل الفطار نطلع كل حاجه على التسويه وخلاص، مش شايله هم ان انا هعمل اكل من اول وجديد واقف اليوم كله في المطبخ. يعني ميزه التفريز هي دي، اهم حاجه في التفريز ان هي تختصر عليا الوقت ووقفه المطبخ. طيب يلا نقول المقادير الكوبيبه، ان شاء الله الكوبيبه الناجحه ومظبوطه جدا، نعرف المقادير وبعدين على طريقة التحضير. المقادير بتاعتنا، عندي نص كيلو برغل ناعم، البرغل انواع، في خشن شوية وغامق، وفي الاصفر الذهبي الناعم، احنا هنجيب اللي لونه اصفر ذهبي ده كده ناعم، خلاص دي اهم حاجة عندنا. يبقى اول حاجة نص كيلو برغل بيتغسل كويس قوي لغاية ما المية اللي نازلة منه تبقى عاملة زي مية الحنفية الشفافة بالظبط، بعد كده بحط عليه شوية مية صغيرين وبسيبه حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده، وبعد كده بروح مصفيه. ده كده البرغل اهو اللي احنا بنتكلم عليه يا استاذ احمد، ده اللي شغالين فيه، ده البرغل الاصفر الذهبي الناعم. انا يلا 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 تاني ماشي، ونقول كمان نقول كمان، ده البرغل الاصفر لونه ذهبي
الناعم ده كده منقوع لمدة ربع ساعة، لازم الأول أفضل أغسل فيه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، المية هتفضل معكرة، في رابع مرة إن شاء الله تلاقي المية نزلت منه شفافة زي مية الحنفية بالظبط. في الحالة دي أروح بقى مصفية كويس وحط عليه مية نظيفة واسيبه كده منقوع فيها لمدة ربع ساعة. دلوقتي جاية أشتغل فيه أصفيه من المية تماما، هو طري وابتدى ينفش معايا، وهنعرف دلوقتي هنعمل فيه إيه. نص كيلو برغل هياخد نص كيلو لحم مفروم، تاني نص كيلو برغل هياخد نص كيلو لحمة مفرومة حمرة ما فيهاش دهون. الكوبيب عشان تنجح معاكي وما تفكش منك في الزيت لازم اللحمة اللي تتحط فيها تكون حمرة ما فيهاش أي دهون. بعد كده عندي بصلة بشراها بالمبشرة من الناحية الناعمة جدا، فبتبقى متفتفتة بالشكل ده ومنزلة ميتها، أنا محتاجاها هي والمية لأن دول اللي هطعم بيهم البرغل بتاعنا، تمام كده؟ بعد كده عندنا ملح وفلفل اسود، ده كده الغلاف الخارجي، خلاص؟ في ممكن نضيف بقدونس، وفي ممكن نزود اللحمه عن كده، في ناس بتحب تزود اللحمه عن البرغل، هتطلع معاكي غامقه شويه وهوريكي دي وهوريكي دي، ده كده الغلاف المظبوط جدا بتاعنا، دي البصله الناعمه المبشوره بميتها، دي اللحمه المفرومه الحمراء، وده البرغل اللي لونه ذهبي وناعم مش البرغل الخشن. بعد كده الحشوه بتاعتنا ونقدر نشيل ونحط فيها زي ما احنا عايزين. انا هستعمل الماده الدهنيه زيت وزبده، ممكن سمنه، ممكن زيت بس براحتك خالص. بصلايه فرماها بالسكينه هعصق بيها اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه اللي في الحشوه بقى عيشي، عايزاها بقى فيها دهون، عايزاها سمينه، عايزاها حمرة، براحتك خالص. بعد كده عندي ملح وفلفل اسود وعندي قرفه وجنزبيل، دول اللي بيطعموا جدا اللحمه المفرومه وبيدوها ريحه حلوه قوي. اللي جاي ده بقى ايه؟ يعني ده ذوق شخصي، تقدري تحطي السوداني والزبيب او لا، هي طبعا الاصل فيها بيتحط اللوز، بس طبعا اللوز دلوقتي ما شاء الله يعني كيلو يعني بقى مثلا بمقام 3 كيلو لحمه يعني في السعر، فهنعمل ايه؟ ازاي احط فيها مكسرات تدي القرشه الحلوه بتاعت المكسرات بس تبقى اقتصاديه كده، شويه سوداني بكسره تكسير خشن واروح مدياله تحميصه كده على النار، وبعد كده شويه زبيب بنقعهم في ميه لمده ربع ساعه ينزلوا التسكيره بتاعتهم. الزبيب مع السوداني جوه الكوبيبه حاجه روعه 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 ما شاء الله عليهم. دي كده الحشوه وده كده الغلاف الخارجي. اول حاجه هعملها بعد ما نقعت البرغل الذهبي علشان في لون تاني ونوع تاني للبرغل في السوق سواء الشركات او السايب عند العطار، في اللون الذهبي ده والناعم وفي الخشن، مهم جدا جدا يا جماعه. بصوا نجاح الوصفه دي كلها دي يا استاذ احمد، نجاح الوصفة كلها في البرغل ده، الخطوات والنوعية، عشان كده أنا عمالة أعيد وأزيد وهفضل طول ما أنا شغالة أقول لكم البرغل الذهبي الناعم أهو سايب أو أكياس شركات، ما تجيبيش اللي لونه غامق الخشن بيخلي الكوبيبة تفك منك، خلاص اتغسل واتنقع ربع ساعة بس وبعد كده صفيته. هعمل إيه بقى؟ أول خطوة هعملها عشان أركنه شوية على ما أعصج اللحمة، آدي بصلاية فرماها من الناحية الناعمة من المبشرة بميتها، بصوا ناعمة خالص إزاي؟ أهي ماشي، دي أول حاجة هحط عليها بسم الله، آدي كده شوية فلفل أسود، وقلت لكم قبل كده أي حاجة فيها لحمة مفرومة الفلفل الأسود بيحبها جدا وهي بتحب كمان الفلفل الأسود. ملح وفلفل بس، ده الغلاف الخارجي مش هيتحط فيه أكتر من كده، حلو الكلام؟ وبعد كده أروح دعك البصلة الناعمة بالمية بتاعتها، هوريكوا دلوقتي ميتها، أدعكها بس الأول كده بالملح والفلفل، وبعدين بصوا بقى المية أهي، لو خدت كده شوية بصوا شايفين المية نازلة من البصلة إزاي؟ يا جماعة المية شفتوا؟ آدي التفل الناعم بصوا اهو، شوفوا دايب خالص ازاي، دي الناحيه الناعمه من المبشره وادي الميه. طب انا محتاجه قوي عماله اكد وقرت قوي على ان لازم البصله تكون ناعمه وتكون بميتها، اولا تكون بميتها، انا عايزه البرغل ده يرجع يشرب لي ميه البصل دي هطعمه جدا. طب ليه من الناحيه الناعمه؟ عشان لما اجي اعمل الكوبيبه واجي اضربها في الكبه البصله ما تبقاش واخده حتت خشنه تخلي لي الكوبيبه تشقق وتفتح مني، لسبب مهم جدا جدا يا جماعه. انا ما بعملهاش عند مكنه الجزار، ما عنديش المكنه بتاعه الجزار اللي بتطلعها لي ناعمه بسيسه، لا
ده انا عندي الكبه البيتي العاديه مهما كانت قويه لازم تخليها شويه خشنه. فعشان كده انا بقى بتحايل على الموقف ده واخلي البصله بتاعه الغلاف تكون ناعمه بالشكل ده. هروح واخده بقى دلوقتي البرغل وادعكه بقى دعكه جامده قوي بالبصله الناعمه دي. قولي لي يا ست اسراء. استاذ جمال اهلا وسهلا. ازيك حضرتك يا شيخ؟ ازاي حضرتك يا استاذ جمال منورنا. حضرتك طيبه. لا حضرتك طيب الله يكرمك. انا عايز اشكرك بس حضرتك على الحلقه اللي هي بتاعت ملك الجمال. كان نفسي اكلمك والله انت بتجيبي ناس عكسه وناس الله يخليك. والله الحلقه بتاعت ملك الجمال اللي حضرتك فيها الله يكرمك تحت امرك والله. حتى الناس بتستضيفيها على الله يخليك. عندك وناس يعني ناس افقه شكرا شكرا. اه طبعا والله يعني كل حبايبنا وكل كل عيله ست الحبايب كلهم ملكات والله كلهم فعلا كل واحده فيهم هي ست الحبايب. شكرا يا استاذ جمال شكرا نورتني. بصوا بقى كده بندعك البرغل بالبصله كويس قوي قوي. بصوا اهو سامعين انا سامعه صوت الميه معايا اهو. ولو جيتي تعملي الحركه دي وحسيتي لا ان البرغل ناشف مش ناعم ممكن تزودي شويه ميه وتركنيه على جنب اهو. سامعين الصوت؟ بصوا كده بقى اول ما احط البرغل في الكبه بامر الله ان شاء الله يا رب ينعم معانا جدا اهو. دي اول خطوه واهم خطوه. كل اللي انا قلته يا جماعه الخطوات اللي قلناها في البرغل دي مهمه جدا جدا جدا. قولي لي يا اسراء يلا حبايبنا على اللايف بيكتبوا ايه. بصوا اهي عايزه بقى اوريكم حاجه مهمه جدا. هو انا دلوقتي كده ولسه ما ركنتوش شويه لو دوست عليه كده. بصوا اهي لا هي الكبيبه محتاجه كبه لازم كبه. يعني حبيبتنا اللي بتقول اللي ما عندوش كبه للاسف الكبه مهمه جدا. امال هننعم البرغل ازاي؟ بصوا بقى كده شايفين. بصوا النعوميه اللي بقول لكم عليها عشان بس تسهل معاكي ضربه في الكبه. ده كمان بعد النعوميه دي وممكن تلاقي الكبه ما نعمتوش قوي. يعني ممكن تلاقي الكبه مخليها ايه محبب سيكه كده. بس على فكره هتحبيها لو خليتي البرغل محبب شويه كده بتبقى مقرمشه اكتر. يعني بيبقى طعمها القرمشه الطبقه الخارجيه بتبقى مقرمشه اكتر بكتير فما تقلقيش. يعني دلوقتي بقى هركنه كده واسيبه لغايه ما اعصج اللحمه الحشو. حبيبتنا اسمها ايه اللي حصل معاها كده؟ زهره. يا عيني يا زهره والله صعبتي عليا. طب يا زهره اكتبي لي دلوقتي حالا ايه كانت مقاديرك في الكوبيب عشان نعرف الغلط فين واشتغلتي فيها ازاي. هي انت عندك غلط يا في المقادير يا في التحضير. ايه بقى هو الغلط ده؟ انا عايزه اعرف دلوقتي. انا دلوقتي حطيت زيت واحط كده مكعبين زبده. فراز الزبده كده مكعبات كده ماشي. وبعد كده هروح جايبه البصله اسيح بس كده ايه الزبده كده شويه. يلا يا بسنت لو اللحمه متجمده عندك ينفع فكيها واشتغلي فيها وفرزيها تاني. كنت هقول لك ايه فكرتيني بقى بحاجه مهمه لازم اقولها لكم. اللحمة المفرومة بتاعت الغلاف لازم تبقى ساقعة لازم. يعني انت زي ما بسنت بتقول كده لو طلعتيها من الفريزر تفك ما تسيبهاش تفك للآخر. انا بتكلم على الغلاف. كل ما كانت اللحمة ساقعة كل ما ادتك عرق وتماسك وانت بتعملي الغلاف بتاع الكبيبة. اتفقنا؟ اتفقنا ان شاء الله. حطينا الزبدة والزيت وادي كمان البصلة ورشة ملح بسم الله كده. انا دلوقتي بعمل بقى الحشوه. في ناس تقول لك ان الحشوه بتاعت الكوبيبه ما بيتحطش في اللحمه المفرومه بصل. براحتك. احنا بقى بنحط بصلايه تطعمها. يعني ممكن تحطي البصل وممكن لا. بس البصلايه بصراحه بتطعمها وبتزود الكميه بتاعت الحشوه. ما تنسيش ان دي حشوه فانت محتاجه انها ترمي معاكي كميه كتير عشان تغطي معاكي الكميه كلها. فالبصله نوعا ما كده بتزود الكميه شويه. نجيب اللحمه المفرومه. قولي لي يا اسراء. يا ام محمد اهلا وسهلا.
السلام عليكم. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله بفضل ونعمه والله. اهلا بيكي. نور الشاشه والله. الله يخليكي، ده نورك يا قمر. وحشاني يا شيشان والله العظيم. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، نورتينا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا رب. بتسالي على حاجه يا حبيب قلبي؟ لو سمحت شيشان، انا جايبه نص كيلو دي سبونج جاهز. دي سبونج. انا عايز اعرف مقاديره بالله عليك. حالا 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 هخلي استاذ احمد واسراء ينزلوا لك المقادير، احنا لسه عاملينه قريب وعرفنا ازاي الاسبونش الجاهز بياخد قد ايه وبنشتغل فيه ازاي. عينيا. شكرا. العفو يا حبيبتي نورتيني. بعد اذنكم يا جماعه تنزلوا لنا دي الاسبونش، الكيكه اللي كنا عاملينها بالدي الجاهز. بصوا كده، ادي البصله يا دوبك ايه البياض بتاعها اتكسر، بس اروح نازله على طول باللحمه المفرومه. وزي ما قلت لك اللحمه المفرومه بتاعه الحشو اي نوع، فيها دهون ماشي، لحمه حمراء خالص ماشي، لكن اللحمه بتاعه اللحمه المفرومه بتاعه الغلاف هي فقط اللي تبقى حمراء، لازم الدهون هتخليها تفك منك. هنحط فلفل اسود اتفقنا امبارح وهفضل اقولها لكم على طول، اول ما انزل باللحمه المفرومه لازم نحط ملح وفلفل اسود. لا دي بقى الشخصيه دي على الخضار، دي مش عشان شخصيتها، قلنا وهقولها لكم تاني. الملح بيخلي اول ما بينزل مع اللحمه المفرومه بيخليها تفلفل، تبقى مفرفطه كده، مش متماسكه، ده الملح. الفلفل الاسود بيشد منها اي ريحه غير مستحبه. فهمنا يا استاذ احمد ولا ايه؟ فهمنا ولا ايه؟ عشان يفلفلها. بالظبط. يلا نقلب تاني. حالا حبيبه قلبي اللي سالت على دي الاسبونج اسراء بتجهزه اهو. نشيل بقى الملح والفلفل كده من سكتنا حاليا. يلا. البرغل نسلقه على البخار؟ لا طبعا، يعني ايه نسلقه على البخار؟ اول مره يا جماعه اسمع الموضوع ده. لا يعني ايه تسلق يا ام احمد البرغل؟ عايزه تسويه قصدك نص تسويه؟ لا طبعا ما ينفعش، ولا عمرها تمسك ابدا. بصوا بقى، اول ما اللحمه المفرومه اهي لونها غير، شوفوا في ثواني ما شاء الله تبارك الله، مع الملح والفلفل الاسود هروح جايه بقى هنا واخده رشه جنزبيل كده، رشه بسيطه كده، ورشه قرفه بالشكل ده. ايمان بتسال على مواعيد البرنامج، يا نهار ابيض يا ايمان، ده انت كده بقى لسه جديده معانا خالص يعني. اهلا وسهلا بيكي في عيله ست الحبايب يا ايمان. مواعيد البرنامج كل يوم الساعه 12 بالظبط بامر الله، من السبت للخميس 12 بالظبط، افتح التلفزيون هتلاقي عيلة ست الحبايب، سواء اللي قاعدين قدام الشاشة أو على اللايف، كلنا متجمعين، ويا رب دايما متجمعين في الخير على طول يا رب. قرفة وجنزبيل، يا نهار أبيض على ريحة اللحمة المفرومة. هاجي بقى أعمل إيه دلوقتي؟ شوية سوداني متحمص أو لوز، لو قادرة تحطي لوز مفيش أي مشكلة خالص، يا ريت يعني. مش قادرة أعملي زي حالاتي كده، شوية سوداني وشوية زبيب هيبقوا زي العسل. اهو اشوح كده معاه، وبعد كده هروح مصفيه الزبيب. اتفقنا ان الزبيب هننقعه لمده ربع ساعه عشان ينزل التسكيره دي اللي انتوا دايما بتقولوا الزبيب في الحادق بيبقى فيه تسكيره كده، ما بحبهاش، لو نقعتيه مش هتلاقيها، بس هيدي طعم حلو. وما تكتريش. حلو كده، ونشوح وخلصنا. ادي الحشوه بتاعتنا جاهزه، ده كده يعتبر الاصل بتاعها يا جماعه. طب ايه الزيادات اللي ممكن احطها من عندي؟ بس ده مش الاصل. الزيادات انا ممكن احط بقدونس مفروم، ممكن احط بشر جزر، ممكن احط فلفل الوان. يلا ننزل بمقادير كيكه الاسبونش يا جماعه، ننزل بيها عشان حبيبتنا. يلا استعدي على طول، صوريها من الموبايل اهو قدامك اهي. نص كيلو دي الاسبونج هياخد ست بيضات، وهياخد نص كوبايه ميه، دول الاساسي. ومن عندنا بنزود شويه فانيليا، مع ان دي جاهز بيبقى فيه فانيليا وفي المحسن الكيك. طب انا ليه بحط فانيليا زياده؟ لان البيض كتير، نص كيلو دقيق بياخد ست بيضات، فالبيض كتير، الفانيليا الاساسيه اللي موجوده في دي مش كفايه، فعشان كده انا بزود فانيليا اضافه كده عشان تضيع ريحه الست بيضات بس يا قمر. كده هي دي بس المقادير بتاعه دي الاسبونش الجاهز. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ادي الحشوه
خلصت وبقت زي العسل. عايزين نجيب طبق نحطها فيه كده. بسم الله. استني يا بنتي بس اما نضرب غطس ونطلع. يلا بينا نحطها بقى في طبق تبرد او على الاقل على الاقل تهدى شويه. يا ام اسلام اهلا وسهلا. صباح الخير يا شيخ نال. صباح السعاده. ازيك يا ام اسلام؟ وحشتيني والله. الله يخليكي يا حبيبي. انا بتصل من فتره والله بس بتجيني على طول مشغول والله. معلش والله غصب عننا. انت عامله ايه؟ الحمد لله فضل ونعم والله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. تقعد عليكم بخير يا رب. اللهم امين جميعا يا رب علينا جميعا حبيبه قلبي. تسلم ايدك بقى على الحاجه اللي بتعملها لنا. شفتي بقى بنوفر على بعض كده الوقفه في المطبخ. حاجات جميله والله. بصي الحشوه بتاعت الكبيبه عامله ازاي؟ بصي جمالها. لا والله بتعملي حاجات جميله وفكره بصراحه. الله يخليكي. يلا اشتغلي على طول. يلا ماشي يا حبيبتي. باذن الله. الصحه والعافيه يا رب. الله يخليكي نورتيني. ليكي اي سؤال حبيبه قلبي؟ مع السلامه. مع الف سلامه في رعايه الله يا حبيبتي. مع السلامه. دلوقتي بقى عملت الحشوه هسيبها تهدى ودلوقتي بقى هنشتغل في الاساس بتاع الكبيبه الغلاف. قولي ام اسلام بتقول ايه؟ اه طبعا ممكن. ام اسلام بتقول ممكن الغلاف يكون من غير لحمه. اه ممكن. طب هنعوض عن اللحمه في التماسك بايه؟ مين يفكر معايا على اللايف ويكتب لي دلوقتي؟ يعني انا ما ينفعش برغل صافي، في حاجه بنضيفها تدي شويه تماسك بدل اللحمه المفرومه. لا مش النشا. مين اللي قال كده؟ منار. جبتيها منين يا منار؟ انا مش عايزه اقول الاجابه الصح عشان حبايبنا. جبتيها منين يا منار؟ يا أروبا. بتغشي من ورانا؟ دخلتي على جوجل ولا ايه؟ والله طيب. ماشي يلا يا ربنا يوفقك يا روان وتغشي. برافو. ابتسام وام احمد جاوبوا صح. برافو. ها قولوا لي تاني. مش هقول الاجابه دلوقتي، خلي كده حبايبنا يعيشوا كده معانا شويه وتفكروا. بصوا بقى دلوقتي هعمل ايه. ادي الكبه عايزين نوصلها. بسم الله كده. اه زهره بتقول لما قالتها ما انا عايزه مقاديرك يا زهره. مش عارفه مظبوط ولا ايه. اه تمام. عايزه مقاديرك يا زهره علشان اعرف بس المشكله عندك في ايه. بصوا يا جماعه هنجيب الكبه. كبه ايه هنجيب؟ اه كبه صح اتلخبطت. كبه. شويه تركيز تركيز. هنجيب الكبه ونضرب فيها الكبيبه. انا كنت عايزه اقول كده. هنجيب الكبه بتاعتنا. اتفقنا على حاجه، ما تزعليش او ما تتخضيش لو الكبه عندك ما نعمتش البرغل كويس، لو فيها شويه حبيبات خشنه مفيش اي مشكله خالص. احنا مش فارمينها عند طبعا المكنه الكبيره بتاعت الجزار، احنا شغالين على ايدينا. هناخد شويه بشويه عشان نحاول ننعمها على قد ما نقدر. وخلي بالك هي مش هتنعم من اول وش. يعني ايه اول وش؟ يعني مش اول من اول فرم انا عايزاها الاقيها نعمت. لا ده انا لسه هعيد عليها تاني وتالت. نص الكميه دلوقتي هاخدها الاول لوحدها عشان بس ايه الكبه تنعمها. اهو بصوا كده. ايوه. الله يا حبيبه قلبي. حبيبتنا على اللايف بتقول كان عندهم عزومه وعملت كام صنف كده من اللي احنا عملناهم مع بعض وعجبوهم قوي. الف هنا وشفا. هو ده يعني ده اللي يفرحني بجد. الف هنا وشفا ليكي ولكل ضيوفك يا حبيبه قلبي. يلا بينا. خدنا نص المقدار الاول وبعدين نقفل كده الكبه بتاعتنا. بسم الله. ونضرب بقى على قد ما نقدر. شوف كده اول وش. ده اسمه اول وش. مين بقى من حبايبنا جاوب صح على هحط ايه لو مش هحط لحمه؟ لا بقسماط مطحون. لا بقسماط وبرغل مع بعض يشدوا اي سوائل موجوده في العجينه ويخليها تنشف فتشقق منك على طول. بص يا جماعه نزلي كل اللي لسه ما اتفرمش ده كده كده. اه قولي يا ام عبد الرحمن.
اه تنفع مفرمه اللحمه الكهربا تنفع طبعا. بصوا ابتدى ينعم بس لسه شويه، لسه عايز ضرب تاني، هياخد مني وقت شويه. ايه رايكم تطلعوا فاصل على ما انا انعمه عشان بس ما اوجعش دماغكم، الموضوع مش نوع الصداع يعني، ما تدعوش عليا ولا حاجه، على ما انا انعمها تماما باذن الله او على قد ما نقدر، وترجعوا لي بقى بعد الفاصل نكمل الخطوات بتاعتنا. فاصل قصير بس هو قناه الدرايف. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف كده ايه اللي تم معانا. ما شاء الله ابتدت تنعم اهي بالشكل ده، نشيل بقى كل ده وهوريكم دلوقتي النعوميه واصله لغايه فين. وزي ما قلت لك ما تطلبيش منها ان هي تبقى ناعمه كما ينبغي. بصوا وما شاء الله ما شاء الله طريه وعامله عجينه حلوه بقى، حلوه حلاوه بجد زي العسل. هوريكم دلوقتي بصوا اهي، شوفوا ازاي، بصوا شوفوا جمالها، وابتدت تعمل عرق معايا. بصوا اهي تعمل عرق يعني تتماسك، دي كلمه الاقي العجينه عامله عرق متماسكه اهي، هو ده المطلوب. وما شاء الله ما فيش بصل باين ولا حتت بصل بالشكل ده. روما بتقول ينفع نعملها ونشيلها في الفريزر، امال احنا بنعمل ايه يا روما؟ يا روما احنا بنعمل كده والله. انت فين يا روما؟ كده يا جماعه ما شاء الله عليها، بصي بصي الجمال اهي، شوفوا حلاوتها. الناس اللي بتسال الاعاده امتى، نستقر بس على ميعاد الاعاده، اعرف الاربعة لغايه دلوقتي الساعه 4، وفي تقريبا الصبح مش عارف الساعه 7 تقريبا. شايفين جمال العجينه اهي، دي كده برغل بس اهي، بصوا صابع يا دوبك بتعلم فيها ازاي. ده كل ده من النعوميه بتاعتها، اللهم بارك. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ في نفس الكبه ننزل بس السكينه، وبعد ما اوصل للدرجه الناعمه دي اللهم بارك عليها، هروح منزله اللحمه فوقيها اهي. انزل تاني كده بالبرغل، سهله وسريعه جدا، وعملناها مع بعض على الهوا من الالف للي كده. ادي البرغل اهو نزل، وبعدين هروح واخده عليه اللحمه المفرومه زي ما اتفقنا ان لحمه الغلاف لازم تكون حمرة جدا. ماشي، هنا بقى هندي هنزود بس ايه شوية ملح وفلفل اسود بس، مش تاخد اكتر من كده. ده انا هعمل لك حلقة يا كوكي لطلبك ده، اصبري عليا الايام الجاية. اه ينفع ينفع، بصوا ادي ملح وفلفل اسود خلاص. يبقى احنا الاول لازم 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 اساسي معايا ان انا اضرب البرغل الاول انعمه كويس على قد ما الكبه تديني، وبعد ما تطلبيش منها ازيد من اللازم، لا قدر الله تتحرق منك، تبقى شغاله تلاقي في ريحه شياط طلعت، شايفه ناس بتضحك. اه بالظبط، يجعل كلامنا خفيف عليه. ما تطلبيش منها اكتر من طايطه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. يبقى الاول البرغل يوصل للدرجه اللي الكبه هتديهولي شكرا ليها، وبعد كده اروح مزوده اللحمه المفرومه وضربتين كده، ويبقى الغلاف تبارك الله جاهز معايا. يلا بينا بسم الله.
حبيبتي اسمها على الفيسبوك عبد الله عزام، بتقول ينفع اعملها بالكبد والقوانص، على اساس ان دلوقتي في ناس كتير بتعمل الكبد والقوانص بديل اللحمه. انا مضمنش الكبده ممكن تسيح لك العجينه، مضمنش القوانص هتديكي نفس النتيجه ولا لا. فالافضل انت مش هتجيبي لحمه، على فكره تتعمل باي لحمه، لحمه مستورده ماشي، لحمه بلدي ماشي، اي لحمه تتعمل بيها. طيب انا مش هجيب لحمه، يبقى خلاص شكرا، نعمل الغلاف بالبرغل بنفس الخطوات اللي عملناها، وهنسلق بطاطسايه كبيره وتتهري تماما وهضربها مع البرغل، هتديني نفس التماسك والعرق بتاع اللحمه بالظبط. اديني قلت لكم السر اهو. بصوا بقى كده على الغلاف الجميل بتاعنا تبارك الله عليه، شفتوا؟ بصوا اهي. لو عندها روان بتقولي ممكن نفرمها في مفرمة البسكوت اليدوي، لو مفرمة البسكوت فيها الوش المخرم اللي هو بتاع فرم اللحمة ممكن، بس لازم وش ضيق جدا جدا. بصوا بقى كده اهي. هعمل ايه بقى؟ ايه السر اللي جاي برضو عشان الدنيا تبقى ناجحة معايا؟ شوية مية ساقعة من التلاجة اهو، تمام؟ دي اساسي معايا. هاخد احط كده ايدي في ميه ساقعه جدا كده، يعني انت قبل ما تشتغلي فيها خالص حطي كده ازازه ميه في الفريزر حتى تسقع، دي ساقعه جدا مشبره اهي، حطي ايدي كده في الميه واعجن. كل ما هعمل كده تبارك الله عليها هتنعم وتتماسك اكتر واكتر مع الميه الساقعه. في ناس بتفرم معاها تلج، بس ساعات التلج بيخليها تمي مي، يعني عارفين طبعا يعني ايه تمي مي، يعني تبقى مايعه كده، تبقى العجينه مش متماسكه. لكن الحركه اللي انا بعملها دي بصوا بتنعمها ازاي. يا نهار ابيض يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. شوفوا احط ايدي في الميه الساقعه واعملها كده، في جمال كده، في كوبيبه تبقى ناعمه كده بالشكل ده. بصوا شوفوا النعوميه اهي معموله على الهوا اهي، على عينك يا تاجر، شغلنا على ميه بيضاء. هنعمل ايه بقى يا ستي؟ هبل ايديا الاثنين بقى دلوقتي بالميه الساقعه، واروح نازله بالعجينه كده قدامي على الرخامه، طبعا الرخامه نظيفه وزي الفل. وبعدين بايديا الاثنين واروح جايباها كده. تعالوا بقى شغل المحترفين بقى بتاعنا، نروح لفينها كده بصي من بره كده على جوه، كل ما تخدمي كده عليها كل ما تنعم معاكي اكتر واكتر. ما شاء الله على الجمال كده يا جماعه. ماشي؟ لا ما ينفعش فريك بدل البرغل، هي بتاعه برغل، هي كفته برغل، يعني اعمل لكم ايه تاني اكتر من كده؟ بعد كده هروح واخداها كرات، وحاولي على قد ما تقدري تكون قد بعض. العجينه تبتدي تقفش في ايدك، ميه ساقعه واشتغلي اهي. حاسه برضو انها مش قد بعضها كده، احنا عايزين نعملها صغنونه عشان ترمي معانا كتير. خليكي ناصحه، لسه فيها حشوه، والكوبيبه هنعمل الغلاف بتاعها اللي بره ده رقيق جدا زي الورقه. شوفي شوفي الورقه بتبقى رقيقه ازاي، زيها كده بالظبط. تاني اهو بالشكل ده، نعملها الاول كده. اول ما احس انها بتشد معايا هنعمل ايه؟ نروح حاطين ايدينا على طول في الميه الساقعه اهو. بصي على طول تلين معاكي وتطرق وما تشدش في ايدك خالص بالشكل ده كده. تعالوا نشتغل على دول، والعجينه دي نسيبها شويه. بصوا الجمال، عسل، بسم الله ما شاء الله عليها، مشينا فيها صح 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 صح. ايدك في ميه ساقعه وكوري يا ست الحبايب اهو. حسيتي الكوره كبيره تطلع لك الكوبيبه كبيره شويه، شيلي منها. بصي يعني دي انا حسيت انها كبيره شويه، هشيل منها كده اهو. ماشي؟ يلا. لا مده التفريز تقعد عندك سنه. روان دخلت في الحوار بتاع اللايف، برافو عليك يا روان والله. بصوا اهو، انا متاكده باذن الله ان روان يوم ما يجي لها ابن الحلال هتبقى بقى ست بيت ما حصلتش، هتبقى شيف في مطبخها، صح يا روان؟ ايوه اسالي اسراء. بأمارة اسراء. بصي تكوري الاول كله عشان نوعا ما تخليها قد بعضها.
ماشي، تبقى شغلك كده شغل عالي كده. تعمل لها عند الجزار لو ما عندهاش كبه، مفيش مشكله، انزلي اعمليها عند الجزار، اعملي نفس المقادير دي بالظبط عشان تطلع معاكي مظبوطه جدا. ماشي يلا. ما انا بقول لكم يا جماعه لسه رد على السؤال ده ممكن تقعد عندك لغايه سنه ولا يجرى اي حاجه، على شرط ما تطلعش من الفريزر تفك وترجع تاني. عشان كده انا مفرزاها في اطباق صغيره، الطبق هو مره تطلع على طول من الفريزر على الزيت، اوعي تفك منك. بصوا كده يلا. يا زهره يا زهره قولي لي مقاديرك تاني. زهره يعني بتقول قولوا لي الخطا فين، انا عايز اعرف، ما انا ما عايز اعرف مقاديرك، يعني انا عايز اعرف في حاجه زادت منك، في حاجه قلت، لازم افهم. ادينا اهو بص يا زهره ماشيين على الهوا اهو مع بعض من الالف للياء. على فكره حركه الكره اللي انا بعملها دي مهمه جدا، تنعم لي العجينه وفي نفس الوقت نوعا ما تخليهم قد بعض. يلا تعالوا نشتغل على دول. لا خلاط، لا خلاط ما ينفعش خالص، لا خلاط ايه، لا مش هينفع طبعا كده. الميه الساقعه دي شكرا ليها، هندخل في مرحله تانيه بقى، يعني غير بعد الميه الساقعه اللي كورنا بيها والعجينه نعمت كده وما شاء الله شايفين عامله ازاي. عمركم شفتوا غلاف كبيبه بسم الله ما شاء الله ناعم كده بجد؟ الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. بصوا اهو نعمل ايه بقى، اول ما طلعها من الفريزر يا حبيبتي تحطيها في الزيت، الزيت يكون غزير وسخن كانك بتحمري بطاطس، زيت غزير سخن ماشي. تعالوا لي بقى دول معلقتين نشا هحط عليهم ميه ساقعه برضو ماشي كده، واحاول كده ادوبهم في بعض بسم الله. ده بقى اللي هو زي السمغ اللي هيقفل لي الكبيبه ويديها قرمشه اهو، حوالي كده كوبايه ميه على معلقتين كبار نشا ادوبهم كده، وده هيبقى ماده السمغ اللي جنبي اللي هقفل بيها الكبيبه. يلا بينا قولي لي يا قمر. لا اكتبي يا زهره، اكتبي لنا دلوقتي على اللايف عشان نقرا مقاديرك ونعرف الخطا فين ونشتغل عليه. اقول لك دلوقتي حالا المشكله فين، الحشوه جنبينا اهي ما شاء الله عليها، نقلب بقى كده يا استاذ احمد بقى. بص سامعني، بص بقى اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص، اللي جاي ده التشكيل، فده اهم حاجه عشان كتير من حبايبنا ما بيعرفوش يشكلوها مظبوط. هوريكي طريقتين اسهل من بعض، طريقه الكمترايه وطريقه الكوبيبه نفسها. تعالوا نشتغل دلوقتي على مثلا ايه الكوبيبه نفسها. ميه بنشا، ايديا دلوقتي في ميه بنشا كده ماشي، واروح واخده اول كوره اكورها كده الاول. بصوا لي بقى كوره ايه، صباعي ده هيروح كده داخل جواها في النص اهو، بصي اهي شوفي تاني صباعي ده هحطه برده في ميه بنشا عشان العجينه ما تشدش معايا، والاربع صوابع دول مش عارفه يا استاذ احمد كده اهو، الاربع صوابع دول هيفضلوا يلفوا كده كده، وافضل اعمل كده لغايه ما اعمل شبه كوبايه تكون حروفها رقيقه جدا 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 اهي كده. لا لسه تخينه، بصوا افضلي طلعيها لفوق كده كده ورققي الغلاف اهو بالشكل ده، ولسه هنرقه تاني لما نيجي نقفلها. بصوا بقت ايه، كوبايه اهي ماشي، واروح واخده الله يخليك يا استاذ احمد، اروح واخده شويه من الحشو، ما تكتريش الحشو عشان تعرفي تقفليها كويس اهي كده. حلو الكلام، ايديا في ميه بنشا واروح جايه بقى هنا كده. بصوا هقفل ازاي اهو، ميه ساقعه بنشا كده، واقفل واقفل، وانا بقفل اعمل ايه، اسحب على فوق، اسحب على فوق كده اهو ماشي. ده كده ده كده شكل اللي بنقول عليه الكوبيبه الكمتره، ده شكل الكمتريه اهي، او شكل ايه اللي كنا بنلعب بيها في الشارع برافو، شكل النحله بتاعت زمان اللي ياما عورت رجلينا، ياما تك تروح جايه في الرجل على طول ده شكل الكمتريه. طيب لو انا عايزه احولها لشكل الكوبيبه الجاهزه هروح ضغط عليها كده كده كده، واروح جايه برضو سحباها من هنا اهي. طبعا انا بشتغل بالراحه عشان حبايبنا اللي مش بيعرفوا يشكلوها يفهموا احنا بنعمل ايه،
واحدة واحدة، من هنا اهي ومن هنا اهي، وروحي ايه عاملاه كده اهي، بصوا شفتوا يا حبيبة قلبي. منى بتقول لي يا ريت يا شيف تعملي لنا موقع على اليوتيوب نشوف فيه الحلقات اللي فاتتنا. طب ما اليوتيوب عندي، يعني اليوتيوب موجود. ده ما شاء الله، يعني ده عيلة اليوتيوب، اللهم بارك عيلتي يا حبايبي. وطبعا الفيسبوك بننزل عليه برضو الحلقات كلها. نعمل واحده كمان، ايدينا في الميه بنيشة. يلا هنعمل ايه بقى تاني يا استاذ احمد؟ انا عايزه دي بقى اعملها صغننه شويه، الاولانيه طلعت كبيره شويه. ايوه حافظ اهو، بص استاذ احمد حافظ كده اهو، ماشي. صباعي ده صباعي في ميه بنيشة، واروح بصوا حاطه كده في نص العجينه اهي، بصوا بقت عامله ازاي. شفتوا لما حطيت صباعي طلع بمنتهى السهوله ازاي العجينه، على الرغم انها ناعمه ما قفشتش معاه كده. والاربع صوابع دول اهو يفضلوا يعملوا كده، ايوه زي الغريبه بالظبط كده كده، لغايه ما اخليها كده ايه شكل الكوبايه اهي، ماشي. وبعدين نروح حاطين الحشو بالشكل ده. اسهل شكل لو انت لسه مبتدئه ولسه عايزه تجربي الكوبيبه، اسهل شكل شكل الكمثره. بصي تحطيها كده على كف ايدك وبصوابعك تقفلي كده في العجينه، وبعدين تبتدي تسحبيها. بصي ايد بتلف والايد الثانيه عماله تسحب على فوق بالشكل ده. يلا يا باشا يلا يا باشا كده. طيب انا عايزه اعملها شكل الكوبيبه اهو اهو، واسحبي من الناحيه الثانيه اهي، دي بقى تطلع صغنطوطه كده وحلوه بالشكل ده اهي يا جماعه. بصوا ولا اجدع شركات. لا قدر الله العجينه بتاعتك كانت ناشفه، اعمل ايه؟ احط ايدي في ميه بنيشه وامشي عليها كده تنعم اهي. بصوا تعالوا نشوف مثلا الحته دي، الحته دي طالع منها اللحمه اهي، انا عايزه اداريها، ده اكبر دليل على انها رقيقه، الغلاف رقيق جدا. ايدي في ميه بنيشه واروح عامله عليها كده قافلاها كده، بصوا اهي ولا في لحمه طلعت ولا حاجه اهي، وامشي عليها كده تنعم كده بالشكل ده. ادي يا جماعه الكوبيبه بتاعتنا، شايفين متماسكه ازاي ومحشيه جميله 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 ما شاء الله عليها. تعالوا بقى اوريكم هنا ايه فرق اللونين دول. اول لون الكوبيبه الفاتحه دي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، نص كيلو برغل وصاده بالظبط نص كيلو لحمه مفرومه، دي الفاتحه اللي قدام دي، دي المقادير اللي احنا لسه عاملينها، ودي كده متفرزه انا مطلعاها من الفريزر. امال الغامقه دي ايه؟ الغامقه دي طريقه ثانيه بنزود فيها اللحمه وبيتحط في الغلاف بقدونس فبتغمق بالشكل ده. يعني دي كده مثلا بيبقى كيلو اللحمه وصاده نص برغل، فبتطلع كده حتى باين جدا ان اللحمه زياده فيها، دي اللحمه فيها زياده وفيها بقدونس، لكن دي نص كيلو برغل على نص كيلو لحمه يطلع لي الجمال ده. طب بنفضل انهي؟ بحب انهي اكتر؟ لا بحب اللي هي النص كيلو برغل قد نص كيلو لحمه، وهنشيل اللحمه خالص هنعملها برغل، يبقى هنجيب بطاطسايه مسلوقه مهريه واروح فرماها مع البرغل، هتديني نفس العرق ونفس التماسك بتاع اللحمه بالظبط. على الفريزر على طول يا حبيبه قلبي، وبعد كده على الفطار الزيت يسخن كويس قوي، ومن الفريزر على الزيت السخن اوعي تسيبيها تفك، تطلع مقرمشه ولونها ذهبي وزي العسل بامر الله. كل سنه وانتم طيبين، خلونا نقعد نوفر مع بعض. وان شاء الله يا زهره دلوقتي انا هدخل اشوف الكومنت بتاعك وهجاوب عليكي دلوقتي، بس عشان الوقت لسه عندنا فقرتنا المهمه جدا جدا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيك. يعني تعالوا انا في موقف لا احسد عليه. النهارده في الفقره بتاعتنا منورني طبعا، لما اقول لكم ابني او اخويا الصغير اللي هو بجد عمل طفره كبيره قوي قوي في عالم التخسيس وفي الحالات الصعبه جدا جدا، وغير مفهوم التخسيس. كان بيبقى عند الستات ليه ناحيه جماليه، انا عندي مناسبه فعايزه اخس عشان البس مش عارف الكلام ده كله، لا خلاها صحيا اولا، وخلى الرجاله كمان يهتموا بموضوع التخسيس. يعني لا انت ابتدى يطلع لك بطن، لا شكلك هيتغير، تعالى لي. وفعلا فعلا هو دايما بقول عليه وحد القطبين الرجاله والستات. طبعا عرفتوا على طول ان انا معايا النهارده خبير زي كريم اكرم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا شيف؟ بص بقى، لا بص تعالوا لا 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 معلش بص تعالوا حقوني في اللي حصل. بيقول لي حلوه قوي يا شيف، بس هو انت عامله ايه ده النهارده؟ قلت له دي تفريزات رمضان. بيقول لي تفريزات رمضان يعني ده حلو ده؟ يعني بيتاكل بعد الفطار؟ قلت له تفريزات رمضان. بيقول لي تفريزات رمضان دي ايه؟ يعني انا لما اطلب الوجبه دي اقول لي انا عايز تفريزات رمضان؟ اتفضلوا.
لا لا استني، اتفضل لا انت كراجل لا انت مش شرحت، فاهم. لا لا انت شرحت الموضوع غلط. انا قلت لك تسلم ايدك شوف هو انت عامله ايه، رحت قايله لي تفريزات رمضان، فقلت لك هي الكلمه دي شائعه يعني عادي انك تقوليها تفريزات رمضان، انا كده فهمت، فبقول لك ايه تفريزات رمضان. المشكله بقى ان انت قعدت 3 دقايق مش عارفه تقولي لي ايه ما انا تفريزات مش رمضان، عارفه يعني هو كراجل بقول له تفريزات، وتقولي لي الستات بس اللي هتعرف يعني ايه تفريزات تفريزات رمضان، رمضان. فلقيته لا مش، قلت له لا بقول لك الستات بس هي اللي هتعرف يعني ايه تفريزات انا رمضان، اخر ما اصل انا تعبت، بقول له ايه. اخر ما تعبت رحت قايل لك ايه، ايوه عارفها دي اللي بتتاكل بعد الفطار، اه مع ان هي بالظبط. كوبيبه عادي بتتاكل مع بس الاكل انت ما عادي. عرفتش انها كوبيبه غير لما قلت لي ايوه يعني عباره عن ايه، قلت له يا كريم كوبيبه، كوبيبه باللحمه المفرومه، فراح قال لي اه يعني زي مثلا الممبار حتى كده الكوبيبه ونسميه. صعبتوها علينا، بالعكس احنا صعبتوا كده علينا كوبيبه. بنساه. تقولي لي عشان تفريزات بنقول عليها رمضان، تفريزات رمضان اه وانا صعبناها. بقول لك وانا قاعد على الفطار كده لو يبقى حد عامل كوبيبه اروح اقول له تسلم ايدك على التفريزات، والله مش يا جماعه منطقي. لو شفتوا الاستهلال اللي هو فيه، بقول له تفريزات رمضان، بيقول لي يعني انا مثلا ما اقعد على الفطار اقول انا عايز طبق تفريزات ما مش رمضان. فاهم، ما فهمتش. لو انت مشكله انك قعدت 3 دقايق عايزه تشرحي لي يعني ايه تفريزات بقول رمضان لك ايه، والموضوع صعب. ايا كان البوكس اللي انت مسميه النهارده انا هسميه بوكس تفريزات رمضان. مش هينفع. انا مش عارف معناها، اه مش عارف مش عارف. معناه. لا ما انا ما اعرفش تطلع حلوه تطلع وحشه، الناس مالها واذا بها بيقول لي اهي. يعني دي حاجه حلوه اطلبها يعني بعد انا جاي لك ببوكس خير رمضان انت تخليتها فريزات رمضان؟ لا 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 اللي انت، الناس عايزاه احنا لازم يا جماعه نعمله له ترند يعني كريم تفريزات رمضان. تفريزات رمضان، اللي الناس عايزاه بوكس خير رمضان وبوكس تفريزات رمضان اللي تفريزات انتوا رمضان. عايزينه، شوفوا بقى عايزين انهي فيهم. يعني النهارده افهم كده من كلامك ان انت جايب لنا خير الخير رمضان كله ان شاء الله، اه او باذن يعني الله. النهارده انا ما لقيتش انسب من بوكس كلمه خير رمضان اه اللي يناسب مكونات البوكس تمام. واللي يناسب الهدايا اللي في البوكس وكمان المناسب مع الخصم، فما لقيتش غير خير رمضان، لاني انا فعلا النهارده شبه البوكس ببلاش، شبه البوكس بسعر قليل جدا، بسعر اقتصادي جدا على المكونات اللي فيه، على الفعاليه اللي هيلاقيها. يعني انا النهارده بنزل 30 كيلو في شهرين، مش من 25 ل 30، مش 15 كيلو، لا انا بنزل 30 كيلو في شهرين، وكل ما بدفع ثمنه اصلا ثمن 15 كيلو بس. اللي هو الكورس الاولاني اه اه يعني الاساسي معانا. بالظبط بدفع علبه كبسولات ونقط واعشاب، ده الكورس بتاعي، كبسول نقط اعشاب علبه وعلبه وعلبه، ده الكورس بتاعي، ده انا بدفع ثمنه اصلا. كل اللي هقوله تاني ايا يكن ايه اللي هقوله، هقول منتجات تانيه، هقول توصيل، هقول متابعه، كل ده مجانا. بوكس خير رمضان كل حاجه فيه مجانا ما عدا كبسول نقط اعشاب، كورس واحد بخصم، مش هدفع ثمنه كله، انا هدفع هاخدهم كمان بخصم 70%. حلو يعني قوي، انا هدفع ثمن ثلاثه ليك حق بخصم وجايب 70%. الخير كله بالظبط، بجد، خير ليك حق. رمضان تفريزات رمضان هي يا رب تكون كلمه حلوه. اه هي انت ايه قلقاني والله، تفريزات رمضان يا ابني تفريزات رمضان دي؟ اكل 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 بيتفرز آه. في الفريزر. انا بس عشان بقالي 10 سنين نايم فمع ايه اللي اه قصدك بتكلميني ان من منطقي. حاجه جديده طلعت، نمت صحيت لقيت في حاجه اسمها تفريزات تفريزات رمضان. يعني الواحد يبقى كده يقول لمراته اعمل لنا بقى حبه تفريزات النهارده بعد اتفرجوا الفطار. يا جماعه اتفرجوا يا ابني يا ابني، الستات فعلا هي اللي هتبقى فاهمه ده. ايوه انت مش تفريزات رمضان يعني اراهنك ان بنستعد 80% من الستات اللي بتتفرج مش عارفه يعني ايه ازاي تفريزات، بقى، ده 100% من الستات بيعملوا كده قبل رمضان هو احنا كله. بنغلط فيهم؟ عادي ده كل تفريزات، دي ده طلبات كل دي حبايبنا. تفريزات. كل ده هنركز في بوكس الخير، تفريزات رمضان يا جماعه، خير كريم رمضان يا جماعه، خير رمضان. البوكس النهارده، لا معلش النهارده تفريزات رمضان دي كريم يعني عمل عمايل في تفريزات رمضان، مش فاهم بيقول لي يعني انا اطلب ايه، طبق اسمه تفريزات انا رمضان. والله العظيم بقلق اني اجي اقعد قدامك قبل الهوا مثلا ب10 دقايق بيحصل العجب، اه انا ما اعرفش بالظبط. ليه كده. المره اللي فاتت خدت منابي قبل ما نبدا، ما ومره بنضمنش، قبليها قعدنا نتخانق قعدنا نتخانق هو اه ولا هي هي ولا هو ولا هو. فاكر. بالظبط. النهارده بقى طيب بوكس خير رمضان اه متميز زي ما قلت جدا بالسعر الاقتصادي، طبعا احنا قلنا احنا مش هندفع ثمن حاجه غير كبسولات نقط اعشاب بخصم 70%، يعني هندفع بتغطي 30 30% بس، يوم معايا، 60 يوم ده الشهر الاولاني الشهر بنتكلم. اه الاولاني الشهر 30 يوم الاولاني ب 15 كيلو، 15 كيلو ما شاء ب 30 الله كبسوله بعلبه نقط بعلبه اعشاب، ده تمام. هيكفيني شهر، بينزلني 15 كيلو في الشهر. الهدايا بقى احنا قلنا مش هندفع غير ثمن ثلاثه بخصم 70%، بوكس خير رمضان ايه الهدايا اللي في تتوقعي معايا؟ 8 هدايا، 8 هدايا اه غير الثلاثه اه الاولانيين. الاول 150 متصل كده، اول بص 150 بص متصل قوليها وخبطها وانت ازاي والله، انت عشان بس الجهل بتفريزات رمضان اه. المفروض تخليهم 1000 متصل. لا دي حقيقه، انا مش هتكلم. والستات كلها عارفه يعني ايه تفريزات رمضان، انا كل ده متفق معاك عليه. انا عايزه الكوبيبه اي العادي، حد من كوبيبه كوبيبه سمبوسك مفيش هو حاجه. متغاظ ومستغرب الكوبيبه، بقول له تفريزات رمضان، بيقول لي ايوه يعني هي دي ايه، بقول له انت تفريزات مشكله رمضان، انك ما يقول قلتليش لي اصلا كوبيبه. كمان كوبيبه،
انت ما قلتليش انها كوبيبه، انا ما فهمتش. انا افتكرت ان دي اكله اسمها تفريزات رمضان. عشان خاطري يا جماعه، عشان خاطري، اللي يتصل بالفريق الطبي او يتصل بكريم على الارقام اللي موجوده على الشاشه يقول له يفهمه يعني ايه تفريزات رمضان. فهموه، فهموه الباشا كرجل، كرجل مصري طبعا، نموذج حلو في بيوت كتيره اللي هو مش عارف بس بيتنمر. لا لا انت شرحتي لي، قلت لي دي الحاجه اللي بنعملها في الاسبوع اللي قبل رمضان، بتتخزن بنحطها في الفريزر عشان خاطر في رمضان بتبقى دايما رائجه بنطلعها. يعني انت دلوقتي يا كريم مثلا في البيت نفسك في يوم تاكل كوبيبه، هتخلي ننسى بقى بوكس خير رمضان من الالف للياء تعمل لك كوبيبه، ولا تطلع تفريزات رمضان تعملها؟ ده من النهارده بيتي كله بقى تفريزات رمضان بس، هو بس. ده يلا نرجع لخير رمضان، لان الخصم كبير ما شاء الله على الثلاثه الاولانيين، وبعد كده كام هديه بقى عليه؟ هي 8 هدايا الاول، 150 متصل، 8 هدايا مجانا. اقول انا 150 دي خالص، 150 متصل، 8 هدايا، ادينا انا اللي بقولها مع تفريزات رمضان براحتك. 8 هدايا هم ايه؟ علبه كبسولات ثانيه مجانا، بيكفوني شهر كمان 30 يوم، علبه نقط ثانيه، علبه اعشاب ثانيه، يعني كرسي ثاني من الاخر مجانا، معايا كمان اربعه امبول حرق. ياه، ما بقول لك 150 متصل ليه؟ واو بجد، واو واو، يعني هو معاه تفريزات حرق. يعني احنا بالظبط تفريزات حرق والله بجد. انت انا معايا النهارده تفريزات امبول حرق، الدنيا تفريزات امبول حرق، انا معايا اربعه امبول حرق لاول مره في حياتي حصري. تفريز امبولات حرق فعلا، اول مره فعلا كرسي ينزل فيه اربع امبولات حرق، التركيز الاقوى، التركيز الاعلى اللي بتنسف الدهون نسف ما شاء الله، مع الكرسيين اللي يغطوا شهرين. واي حد يكلمني يقول انا مش لاقي الامبولات، ما بقتش موجوده. فالنهارده احنا وفرنا اربع امبول حرق لاول مره في بوكس خير رمضان. طبعا هشرح كل حاجه بتعمل ايه اللي ما يعرفش، بس النهارده كمان انا لسه فاضل لي هديه من 8، انا قلت كبسولات ونقط واعشاب وقلت اربع انبول حرق، صح؟ كمان كريم لشد الترهلات كمان معانا، عشان يكمل لي عمليه التخسيس. هنزل 30 كيلو بشكل امن، وغير كده كمان شكل جسمي يكون حلو متناسق، ما يبقاش عندي ترهلات، ما يبقاش عندي ستريتش مارك اللي هي الخطوط البيضاء اللي بتظهر، ايوه اللي بتشوه شكل ولو الجسم. عندي صح. الكريم بيخفيها طبعا. يعني هنشرح كل حاجه، بس عايزين نقول العرض تاني عشان الناس تبقى عارفاه من خلال يا جماعه الارقام والواتساب، عشان هو الاول 150 متصل. هننوه دلوقتي عشان بقى مضطره لما لقيت الهدايا قيمه كده وكتيره، مضطره انوه وأأمن على كلام كريم ان هم اول 150 متصل، وان شاء الله نحاول معاه كده في نهايه الحلقه يزودهم شويه. بس يا جماعه من دلوقتي اتصلوا على لو اديتيني طبق تفريزات وانا ماشي هزود ماشي. هنتصل على اي رقم من الارقام، بيساومني على فكره، ما هي رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب المجانيه، اقدر ادخل على الواتساب واطلب النهارده بوكس خير رمضان واشرح له فيه تفريزات رمضان يعني ايه. اوعوا تنسوا، انا مأمناكوا امانه. وبعد كده كمان عندنا صفحة الفيسبوك، تقدروا برضو تتواصلوا عليها في كومنت او في الرسائل الصفحة، تكتبوا يا جماعة الصفحة موجودة قدامكم على الشاشة، تقدروا تكتبوا النهاردة البوكس بتاعنا بخصم 70% بهدايا قيمة جدا جدا، لو جبتوا كل واحدة لوحدها تبقى بمبلغ وقدره. كل هدايا ده يا جماعة في بوكس اسمه خير رمضان، دي كلمة السر اللي تكتبوها والله. لو الناس حبت تكتب تفريزات رمضان، أنا تفريزات رمضان، واشرحوا له، اشرحوا للكريم على الصفحة تفريزات رمضان، يعني هفهم من كل الناس. انا فهمت موضوع لازم ده، موضوع ده عمر ما هنساه في حياتي. انا عايزة بس اقول حاجة، الاربع امبولات الحرق اللي جايين النهاردة هدية مجانية. بصوا يا جماعة، حاجة تليق برمضان بقى. الناس اللي بتتابع بره في مراكز يا كريم، مثلا تيجي الدكتورة تقول لها ايه انت محتاجة حقن اتحرق تنزل الدهون، غالية جدا، تدور بره مش لاقية، تقول لها ايه تعالي لي في العيادة بالزبط. هديها لك بس بمبلغ وقدره. هي دي بالظبط، كمان بالتركيز الاعلى جاية لك هدية مجانية. هو بوكس مرخص، بوكس النهاردة خير رمضان مرخص من وزارة الصحة. بوكس خير رمضان مناسب لمرضى الضغط، السكر، الغدة، التكيسات، مشاكل العظام. بوكس خير رمضان مناسب من اول 14 سنه سن لحد 70 سنه، امن لكل الاعمار، مناسب للستات وللرجاله، وقلنا اهم حاجه انه مناسب لكل الحالات الصحيه، واهم حاجه بقى انه مناسب لكل الحالات الماديه، ودي حاجه بسطاني انا قوي. سعر اقتصادي جدا، كبير جدا، 70% خصم على ثلاث حاجات بس، كبسولات ونقط واعشاب وكمان 8 هدايا الاول 150 متصل، كرسي تاني، كبسولات نقط واعشاب، واربعه انبول حرق، وعلبه كريم. هشرح لك كل حاجه، بس اتمنى كل الناس بتتفرج علينا دلوقتي تلحق العرض. احنا ضفنا خدمه الواتساب، ضفنا كمان صفحه الفيسبوك، عشان لو الارقام مشغوله ما حدش بقى يقعد يبعت للشريف
الارقام مشغوله ما لحقناش نبقى من اول 150 متصل. لا يا جماعه الصفحه قدامكم اهي لو الارقام كلها مشغوله، وطبعا صعب جدا لان هم مش رقم ولا اتنين، ده ارقام كتيره تقدري تتصلي على اي رقم منهم، وادي الصفحه وكمان الواتساب، وناخد مها على التليفون. يلا يا مها اهلا وسهلا. الو صباح الخير. ازيك يا مها؟ صباح النور. ازيكم؟ صباح الفل عليكم. صباح العسل يا حبيبتي، اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اسال بس الدكتور في حاجه؟ تحت امرك. النهارده موضوع حلقتنا تفريزات رمضان. اساليه على تفريزات رمضان. اتفضلي. لا هي انا كنت بس عايزه اسال بالنسبه لوالدتي، هي سنها كبير شويه 62 سنه وعندها ضغط وسكر وخشونه. ست معانا، معلش انا هعمل لك اللي انت عايزاه دلوقتي، والعرض هيبقى مناسب جدا. هي وزنها عالي جدا، عايز اعرف يناسبها ولا لا. انا عايز اسالك سؤال. انت تعرفي يعني ايه تفريزات رمضان؟ ايوه طبعا عارف. اهو شفت؟ ايوه ايوه طبعا. والدتك مالها؟ طيب قولي لي. 62 سنه؟ 62 سنه، وهي وزنها يعني معدي 130 كيلو، يعني وزنها كبير جدا. وعندها مشاكل صحيه، ربنا يديها الصحه. عندها ضغط سكر غده؟ ضغط وسكر وخشونه ومش بتتحرك كتير. طيب اكيد دكتور العظام قال لها انت لازم تخسي صح؟ بس بتتخن بسرعه. قال لها دكتور العظام قال لها انت لازم تخسي؟ طبعا طبعا. طيب هقول لك انا النهارده بوكس خير رمضان، هقول لك سريعا، هو مناسب لمرضى الضغط والسكر والغده والتكيسات ومشاكل العظام، امن جدا، ومناسب من اول 14 سنه لحد 70 سنه. فانا جاوبتك على كام سؤال ليهم علاقه بالحاله الصحيه والحاله كمان العمريه. طب بالنسبه للكورس ايه النهارده وبيتميز بايه؟ ليه انسب فرصه عن كل اللي فات؟ عشان بوكس خير رمضان بدفع كبسولات نقط اعشاب بس بخصم 70%، باخد عليهم 8 هدايا، علبه كبسولات ثانيه مجانا، علبه نقط ثانيه، علبه اعشاب ثانيه، وكمان اربع انبول حرق لاول مره وكريم لشد الترهلات. بوكس خير رمضان النهارده 8 هدايا، الاول 150 متصل بدفع 8.3، توصيل لجميع محافظات مصر مجانا، متابعه مجانيه من اول يوم لاخر يوم مع فريق طبي متخصص، بوكس مرخص من وزاره الصحه، معاكي فريق طبي بيتابعك من اول يوم لغايه اليوم ال60. ينفع اتنين يستخدموه؟ ينفع اتنين يستخدموا النهارده بوكس خير رمضان، انت ووالدتك، انت واختك، انت وصديقتك، انت وجوزك، عادي جدا. يعني معنى كده استشف من كلامك ان اي حد حتى عنده مشكله صحيه كبار السن بياخدوا مثلا ادويه معينه لضغط، لازم يبلغوا، هم بيحجزوا دلوقتي حالا تليفون او واتساب، يبلغوا انا حجزت العرض بس انا عمري كذا، حالتي الصحيه كذا، مفيش مشكله خالص، واعرف كمان طولي ووزني عشان اعرف الفريق الطبي هو بيتابعني يبقى عارف انا عايز اوصل لايه خلال قد ايه. انا هنزل 30 كيلو في شهرين في 60 يوم بس، يعني ده رقم على فكره كمده قليل. طبعا 30 كيلو طبعًا. كتير في وقت قليل. واشرح ازاي. انت بتتكلم في الشهر في 30 يوم 15 كيلو. احنا الكيلو بيفرق. والناس اللي بتسال على النتيجه، كيلو يا جماعة. طب انا امتى النتيجه هتبان معايا؟ النتيجه هتبان معاكي اول اسبوع، ده لو هي اصلا ما بانتش معاكي اول يوم. اول يوم بتبان معاكي انك بتحس ان انت بتاكلي اقل، سد شهيه، بتحس بحرق دهون، بتحس ان انت عندك زياده معدل حرق. النتيجه بتبان بقى كمزان اول 7 ايام. بعد السبع ايام توزني على الميزان تلاقي نفسك نزلت 7 كيلو. حلو. 7 كيلو في 7 ايام. اول اسبوع بنزل 7 كيلو. حلو. يبقى احنا اول ما بحس بالفرق بعد اول اسبوع. اول اسبوع يا جماعه يا انسوا الميزان لغايه ما يعدي اسبوع بامر الله. ابتديتي تاخدي الكبسولات او تاخدي الكورس مثلا يوم الاحد، تستني لغايه الحد اللي بعديه. نطلع على الميزان ونشوف الدنيا. مش 6 كيلو، لا لا 7 كيلو النهارده مع الكبسولات بتاعتنا الموجوده الجديده المرخصه من وزاره الصحه اللي بتعمل لي 7 مراحل لاول مره ما اديناش حق الكبسولات. النهارده الكبسوله الجديده يا جماعه مش اللي بتعمل 5 مراحل، لا اللي بتعمل 7 مراحل. وهشرح لك طبعا الكبسولات بتعمل ايه. طب ناخد الاول تليفون ونرجع نشرح 7 مراحل للكبسوله النهارده، يعني 7 وظائف بتنزل الجسم ليها 7 وظائف. الناس اللي بتخاف من الحقن جبنا لها حل. بقول لكم ايه، انا هعمل لكريم كده كده 7 وظائف ويعد معايا. ماشي بس ناخد ريهام الاول. يا ريهام اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هايل؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ريهام؟ الحمد لله. تسلم ايدك على كل حاجه بتعلميها. قلبي عنها. والله تعيش. عايزه اقول لدكتور كريم بقى، تفريزات رمضان دي بتساعدنا جدا وبتساعد الست اللي بتشتغل ان هي ترجع من شغلها تعمل لكم الفطار على طول. يا نهار ابيض، قول انا عارفاها من قبل ما تشوف الحلقه. بيقول لك ايه الحقي؟ بتقول ايه؟ انت عارفاها قبل ما تشوف الحلقه؟ عارفه ايه؟ طبعا عارفه كلمه تفريزات رمضان. يا نهار ابيض عليك. اكيد اكيد. برافو يا ريهام، بتساعدنا في رمضان. برافو يا ريهام. حبايبي حبايبي، فين شعب ست الحبايب العظيم؟ بس هقول لك على حاجه يا شيف هاله، هو دكتور كريم يستاهل كل تفريزات رمضان اللي معاكي دي بصراحه. انا بقيت حاسس ان ده مدح، واقسم بالله انا استاهل فعلا تفريزات رمضان. يستاهل، هو بيقول لك انا عايز طبق تفريزات رمضان. ده انت يعني انا عايزه اغني لك واقول لك دكتور كريم يا قبها، ايه العظمه دي كلها؟ الله عليكي. لا احكي لنا بقى،
احكي لنا. انا كان عندي ابن اختي هو لسه في اولى اعدادي، مش عارفين يعني نسيطر عليه في الاكل خالص. سن المراهقه يعني، احنا بنروح الشغل ونرجع ماما تحط لنا الاكل، بيقعد ياكل معانا في كل وجبه، كل اكله بالعيش. قلنا له لا خلاص الاكل كده كفايه، كل واحد هو ليه اللي بكفيه، يروح يعمل اكل ويقعد ياكل بالعيش. شغل المحلات بقى والفاست فود والشيبسي والبيبسي والاندومي ده فظيع فظيع، لغايه ما بقى وشه منفوخ، عينه مش باينه. يعني وصل لمرحله ان عينه ما بقتش. جبنا الكبسولات، عايز اقول لك يا دكتور تحول رهيب رهيب رهيب. طب قول لنا بقى الحلو بقى، ايه اللي حصل بقى؟ تحول ازاي بقى؟ ايه اتحول؟ ما بياكلش يعني، احنا كان بياخد اللانش بوكس معاه المدرسه فيه 4 5 سندوتشات وبياخد معاه فلوس كمان علشان يشتري. دلوقتي احنا بنتحايل عليه بس عشان ياخد معاه حاجه في اللانش بوكس، فاكهه خضار، يقول لك لا انا مش عايز. بص انا في الاول، عايز اشكرك جدا 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 لفكره ان انت عالجت المشكله في الاول. يعني انت ما قلتيش ده سنه صغير ممكن يحصل تغيرات، لان هو عنده سمنه مفرطه خلاص، هو زاد في الوزن، ايه التغيرات اللي ممكن تحصل؟ حتى لو هو خس هيبقى فيه ترهلات، حتى لو هو خس مش هيخس بالشكل اللي مطالب انه يخسه اثناء ما هو هيكون شاب وعنده 18 و20 وحاجه و20 سنه. فانا بشكرك ان انت حليت المشكله في البدري في الاول. كل ما بتحل المشكله في الاول كل ما بيحصل بقى التغيرات للاحسن. يعني انت دلوقتي لحقتي في سن بدري وخليتي ان الوزن يوصل للوزن المثالي، خليتيه بقى بياكل بشكل طبيعي جدا بالكميه الطبيعيه، لان في فرق ما بين ان انا اكل بكميه طبيعيه وفي فرق ان انا اصلا باكل فوق طاقتي. صح. انا كل يوم لما هاكل فوق طاقتي انا هلاقي نفسي حجم معدتي بيزيد، فبالتالي بقيت بستقبل اكل اكتر، فبالتالي بقيت بخزن دهون اكتر. صح. فهي دي السمنه، هي دي مرض السمنه. انا بعاني من السمنه ازاي وبزيد في الوزن ازاي؟ بسبب ان انا كل يوم باكل زياده عن طاقتي، وعلى فكره ما بكونش عارف. يعني انا باكل على الفطار كتير، اقعد 4 5 ساعات، اكل على الغدا كتير برضه، كتير اكل على العشاء كتير برضه، اكل اكل من بره، فبالتالي معدتي بتكبر. ايوه مش هينفع كلامك بجد، عارف بيمسنا كلنا. ايوه طب ما كلنا ده فعلا، والله العظيم ده فعلا كلنا بلا استثناء، لان انا وانا باكل بلاقي الاكل طعمه حلو فبلاقي شهيتي مفتوحه. اجي على الغدا كذلك، اجي على العشاء اكل ممكن من بره، اكل برضو باقي الاكل الغدا وكتير، فبالتالي انا حجم معدتي بيرجع يكبر تاني، فبستقبل اكل اكتر، فبخزن دهون اكتر. كل يوم انا جسمي اصلا محتاج عدد سعرات حراريه معينه. ليه بدخله مثلا وليكن 2000 ونص؟ انا بدخله 3500. يعني انا خلاص، ما انا على فكره جسمي ياخد ال 2000 ونص بتوعه. ال1000 اللي انت دخلتيها الزياده دي هتتخزن. هي دي مشكله السمنه. طب احنا بقى بنعالجها ازاي ببوكس خير رمضان؟ الكبسولات، سد الشهيه. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك اعمل لك تكميم طبيعي للمعده، يبقى هي دي بدايه حل المشكله. ان انا بكمم لك المعده، الكبسوله بتنزل تاخد حيز 80%، تسيب لك 20% بس، تكميم للمعده طبيعي. بدل ما كنت باكل طبق رز بقيت باكل ربع طبق رز. بس اسمي ما اتحرمتش منه. ما اتحرمتش من اي صنف. اهم حاجه انا فريق طبي ما بيقولش تاكلي ايه وما تاكليش ايه ولا كميه قد ايه. الكبسوله اللي بتعمل كل حاجه. بدل ما كنت باكل طبق رز ربع طبق رز، بدل رغيفين عيش بلدي ربع رغيف عيش بلدي، قايم راضي ومبسوط وشبعان. ده سد الشهيه. بالنسبه لتاني حاجه بتعملها الكبسول، حرق الدهون المتراكمه اللي في الجسم اللي انا مخزنها على مدار السنين بقى. الكرش بالذات والارداف اكتر منطقتين بينزلوا. الكبسولات بتاعتنا بتدمر منطقه الكرش والارداف. الدهون المتراكمه مش يبقى عندي بطن تنزل لي وشي، يبقى عندي ارداف تنزل لي دراعاتي، يبقى شكل جسمي مش متناسق. لا، الكبسوله ذكيه، بتروح على المناطق المتراكم فيها الدهون تدمرها. ثالث مرحله زياده معدل الحرق في الجسم، بتزود معدل الحرق في الجسم عشان احرق اللي هدخله، بالذات لمرضى الغده والضغط والسكر والنقص في فيتامين د. لما بزود معدل الحرق في الجسم انا بحرق اللي بدخله ايا يكن طعمه ايه، صنفه ايه، كميه قد ايه، لان احنا الكميه عالجناها مع سد الشهيه. طيب واحنا بنشرح كده وبنكمل ناخد صور قبل وبعد. انا اصلا بحب اشرح الكبسولات على قبل وبعد. يلا بينا ناخد صور كده قبل وبعد عشان الناس تبقى عارفه الصوره دي ترجمتها ايه واتعملت ازاي. اهي يعني مثلا نشرح هنا العنصر النسائي طبعاً الجميل اللي ملناش غيره. ايوه كده. الناس اللي انا بحبها جدا. لا الحمد لله بشكرها جدا جدا. طبعا لظهورها، بشكرها لظهورها معانا. مش كل اللي بينزل في الوزن بيبقى عايز يظهر، بيبقى في ناس عايزه تقول انا عملت مش عارف ايه وخسيت. او انا خسيت بالنفس. وفي ناس كتير بتتحرج، في ناس كتير بتتكسر. فانا بشكرها جدا ان هي بتدعم اللي بيتفرجوا علينا. لان هي في الاول وفي الاخر كانت في يوم من الايام زي الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه تخوض التجربه. صح. وتخس. صح. وتستغل شهر رمضان وتستغل الشهر اللي بعده وانزل 30 كيلو في شهرين. كانت هي كمان زيهم بالظبط، هي كمان كان عندها حاله من الياس. اللي بيحجز النهارده بوكس خير رمضان ومش حاسس بياس او مهزوز يبقى في مشكله على فكره. لا والله طبعا. للدرجه دي؟ طبعا.
انا دلوقتي هاخد بوكس خير رمضان لازم اكون مهزوز. لازم اكون الثقه مش فول 100% طبعا. انا واثق في الشيف هاله جدا، الناس دي بقى لها سنين معاها، واثق في الشيف هاله اساسا بصفه شخصيه بس، وواثق كمان في المنتجات مرخصه من وزاره الصحه. بس انا جربت كتير. بالظبط، هي القلق بيجي من ان الناس جربت حاجات كتير ما جابتش نتيجه. وعلى فكره مش منتجات، جربت دايت قاسي وجربت حاجات دايت صيامي وحرمان وي ما جابتش معايا نتيجه. فلازم اكون مهزوز، لو الهزه دي مش موجوده مش هنزل اول اسبوع 7 كيلو، مش هنزل في الشهر 15 كيلو. نشوف صوره كمان. يلا يلا بينا نشوف صوره كمان. العنصر الرجالي بقى. نفس الامر. بص الجسم اتغير. لا بني ادم تاني جسمي. طبعا ده بني ادم تاني. شكل تاني. صحه تانيه. صح. ثقه بالنفس تانيه. اكيد اكيد. اول مكالمته لما كان بيحجز العرض بالوزن ده وبالشكل ده ما كانتش زي تاني ملوك بالظبط. تاني مكالمه دايما بتبقى احسن مكالمه. احنا اول مكالمه دايما بنستقبلها عادي. تاني مكالمه الثقه في حته تانيه خالص ومتفائل على الحياه. طبعًا. عشان كده بقول للناس قبل رمضان انت هتخش رمضان سعيده قوي قوي. انت عارف في ناس بتكتب لي على الصفحه تقول لي ايه؟ تقول لي زي ما انت بتقول كده كان بيبقى عندهم حاله احباط ويأس. طبيعي. تقول لك ايه؟ اما خدت الكبسوله اول مره اتفاجئت ان انا طول اليوم مع اول يوم ومع اول كبسوله. في كلمه كده يا شيف بتتقال. انا شبعانه. فرحت. في كلمه كده يا شيف انا سمعتها من حد كان بيكلمني عجبتني قوي. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. ايوه بالظبط. والله بالظبط. وهي دي، انا عشان كده بقول للناس وانت بتحجزي النهارده بوكس خير رمضان عليه خصم 70% على ثلاث حاجات بس، مناسب جدا ليا، سعر اقتصادي، ثمن هدايا الاول 150 متصل، توصيل مجانا، المتابعه مجانا، هلاقي احسن من كده ايه؟ واصلا كمان معايا 4 انبول حرق ومش لازم اخدهم حقنه، ممكن افضيهم على كوبايه عصير، فهي الفرصه الانسب. بس لو انت مش مهزوزه الهزه دي بقى بالنسبه لنا هي اللي بتعمل الفارق. ده هي دي اللي بتخليك تنط في حته تانية. الهزه دي اللي انت خايفه منها دي هي اللي بتخليك دي اللي بتخلي فرحتك اكبر، او احساسكم بالفرحه 100% اكبر بكتير اكتر، زي ما كريم بيقول كده فعلا 100%. لان الناس بتبقى داخله في الاول محبطه، يعني انا قبل كده عذبت نفسي وحرمت نفسي. واللي تقول لك انا مشيت فتره على منتجات مش عارف ايه وكنت بغرم مبالغ قد كده وما حصلش حاجه، وما بيحصلش حاجه، ومعيش متابعه حرمان وعذاب وشغلانه وما بيحصلش حاجه. فانا داخله ايه يعني؟ اجرب. تتفاجئ بقى. النهارده تتفاجئ بالنتيجه. الفرصه الانسب ليا، بس انا مهزوزه سنه. طبيعي الهزه اللي انت فيها دي هي الدافع لل 30 كيلو في الشهرين. هي دي اللي انا بقول عليها. هكمل لك الكبسول. قلنا سد شهيه وحرق دهون وزياده معدل حرق في الجسم. نحت القوام. نزلت البطن الارداف، نزلت 30 كيلو، ما يبقاش عندي جناب، يبقى شكل جسم متناسق. الخامس مرحله للناس كلها اللي بتحبها بقى، ثبات الوزن بعد نزول. انا نزلت 30 كيلو هرجع ازيد؟ لا. لسببين. اول سبب ان المعده بتاعتي رجعت لحجمها الطبيعي بسبب سد الشهيه، كل يوم بتظهر خلال الشهر او الشهرين. فرجعت لحجمها الطبيعي. تاني سبب ان الكبسوله مدعمه بثبات الوزن بعد نزول. نزلت مستحيل ارجع تاني. خلاص نزلت 30 كيلو بشكل امن، دهون صافي. دهون صافي. للناس اللي بتقول بنزل ميه، الميه الضاره اول اسبوع بس. في الاولاني، في الاسبوع الاولاني بس، الميه الزياده في الجسم الضاره. اول اسبوع فقط الميه الضاره، مش كمان بالنسبه، ما هو في ميه بتبقى الجسم بيستفاد منها. فده بالنسبه لايه؟ لثبات الوزن. المرحلتين الجداد حرق دهون البطن بالذات، ننسى بقى نقطه الكرش دي بقى، ستات زي مثلا الصوره اللي هنشوفها دلوقتي كده. بالظبط. تعالوا نشوف الصوره دي. يلا بص بقى، مش ننسى بقى منطقه البطن، احنا ننسى ايه؟ منطقه المناطق المدركه فيها. ننسى شكل الجسم الاصلي خالص. بالزبط. ونبتدي بقى ايه نقطه ومن اول جالي السطر. جالي تعليق، نبدا من اول وجديد. جالي تعليق ان انا مش بقول العرض كتير والناس ساعات ما بتعرفش ان هو الاول عدد من المتصلين. يا جماعه النهارده بوكس خير رمضان في 8 هدايا، كبسولات ونقط واعشاب واربع انبول حرق وكريم لشد الترهلات لاول 150 متصل. دول الثمان هدايا لاول 150 متصل اللي بدفع ثمنه كبسولات ونقط واعشاب بس بخصم 70%. انا برده لازم انوه لان انا الكومنت ده سمعته بودي. بالنسبه بقى ده احنا قلنا الكبسول حرق دهون المتراكمه في منطقه البطن بالذات، والمرحله السابعه تنظيم عمليه الهضم. حلو. للناس اللي بتعاني من مشاكل في الكرش، منطقه البطن، المعده والقولون، وبيبقى فيه انتفاخ، فده بيزود برده في حجم البطن. بننظم بقى عمليه الهضم. عشان كده ده بالنسبه للكبسولات. النقط معايا علبتين نقط، 10 نقط على نص كوبايه ميه، اكن لعبت ساعتين رياضه على مدار اليوم وانا ما اتحركتش من مكاني. اكن لعبت ساعتين رياضه على مدار اليوم وانا ما اتحركتش. حلو قوي. ده للناس اللي عندها مشاكل في معدل الحرق زي الغده، ضغط، سكر، نقص فيتامين د، ما عندكيش مشاكل اصلا. حلو، ده بيزود لك معدل الحرق في الجسم عشان احرق اي حاجه ادخلها، وبتساعد في حرق اللي انا مخزناه. الاعشاب
بتنقي لي جسمي من السموم وطعمها حلو قوي الاعشاب على فكره. دي انا باخدها في اسلوب حياتي. مشروب سخن حلو جدا يعني. اه بتزود لي معدل الحرق في الجسم برده وبتنقي لي جسمي من السموم اللي بتجي لي من هواء الشارع واكل الشارع. بنقي جسمي من السموم ليه؟ عشان كل حاجه تشتغل على نظافه. كل حاجه في بوكس خير رمضان او تفريزات رمضان تشتغل على نظافه. ده بالنسبه للكبسول والنط والاعشاب. بص يا جماعه تفريزات رمضان دي يعني استعدادات المطبخ أيوة. او استعدادات الفريزر لرمضان. في نفس الوقت بوكس خير رمضان خلي تفريزات رمضان وخير رمضان يتقابلوا سوا. دي استعدادات المطبخ عندك واستعداداتك انت. طب فين استعداداتك الصحيه عشان تقدري تقفي على رجليك طول الشهر، تقدري تخدمي نفسك وتخدمي كل اللي حواليك وتعملي لهم كل الحلو كله من ايديكي من تفريزات رمضان. يبقى انا محتاجه بوكس النهارده خير رمضان عشان اقدر اعمل كل حاجه حلوه لاولادنا النهارده بسرعه كريم عشان بنختم. بالنسبه بسرعه هم اول 150 متصل اخر كلام. لا هنزوده بس صح. الامبولات بتحرق الدهون اللي في الجسم كلها وبتدمرها بتقوى دعم للكبسولات. لو انا بخاف من الحقن باخدها على كوبايه عصير او على كوبايه ميه وشرحنا الكريم السحري اللي بيشد الترهلات. طب ايه العرض؟ بوكس النهارده خير رمضان دي كلمه السر على التليفونات او على الواتساب عباره عن كبسولات نقط اعشاب ده اللي بدفع ثمنه بخصم 70% بدفع 30% بس والباقي كله مجانا. ايه هو؟ كبسولات تاني ونقط تاني واعشاب تاني واربعه انبول حرق لاول مره وكريم لشد الترهلات. الثمان هدايا دول لاول 250 متصل دلوقتي. 100 متصل زياده خير 250 عشان خاطر تفريزات رمضان. عشان تفريزات رمضان ثمان هدايا والتوصيل طبعا مجانا لجميع محافظات مصر. المتابعه مجانا من اول يوم لاخر يوم. بوكس مرخص من وزاره الصحه امن لكل الاعمار من اول 14 ل 70 سنه وكمان مناسب لمرضى الضغط السكر الغده التكيسات مشاكل العظام. تمام يا كريم اشكرك أنا واتمنى بشكرك. انك تكون فهمت بقى هنا الاقيه هنا دلوقتي هدي لك تفريزات رمضان تروح بيها دلوقتي. اشكرك يا كريم نورتي. اشكركم على متابعتكم الكريمه وبعد الحلقه هنكمل الخناقه دلوقتي. لازم يروح بيتهم عارف يعني ايه تفريزات رمضان واعملها اول مره وتعملها باذن الله. انا هتغدى النهارده من التفريزات غدايا تفريزات بقى لمده اسبوع. اشكركم على متابعتكم الكريمه ويا رب يا رب زي ما سايباكم على خير اشوفكم في حلقه جديده. كان لينا عمر ان شاء الله على الف خير وسلام عليكم.